التكريم واجب لأنك أنت خدمت خدمت وفي النهاية لك كلمة شكر. طبعا من المدافعين لحقيقة اللي اعتزنا بمتابعتهم فراز بيكنباور وباريزي لاعب اسم ميلان. للأسف لا، عن طريق التلفزيون في البيت. جيل الأمس طبعا الإمكانيات الفنية فاقت الإمكانيات المادية، أما جيل اليوم العكس. طبعا جمهور الأمس أفضل بكثير حقيقة من جيل اليوم، يعني مثلا عندك جماهير الأمس أكثر حبا تقريبا واكثر متابعه وتتفوق كثير على جماهير اليوم، لان حتى في كان فتره من فترات تحصل مثلا مباريات ديربي مثلا صور والعروبه والطليعه النصر وظفار، تحصل يمكن الجماهير اكثر من 10,000 تقريبا، وحتى الملعب في الخط الامامي عند الملعب تحصل الجماهير موجوده اصلا. كاس الخليج الله يسلمك شارك في الدوره السادسه وبعدين السابعه وبعدين الثامنة، كان عندي دورة ضباط في أكاديمية الشرطة، طبعا ما شاركت التاسعة اللي كانت في السعودية وشاركت العاشر اللي كانت في الكويت. طبعا استمرين مع المنتخبات الوطنية أكثر من يعني من 16/5 من 16/5/78 إلى 93 تقريبا، فترة طويلة. ممكن يكون أنا عتب على المسؤولين في الاتحادات إنه اللاعب على الأقل يكرم حتى إن كان بشهادة تقدير فقط لا أكثر، لأن ما أعتقد إن كل اللاعبين يحتاجوا مادة ويحتاجوا شيء، بالعكس كلمة شكر تساوي كل شيء، مثل الهدية. الهدية حتى وإن كان قلم رصاص فهي هدية صغيرة بتكون ثمينة، لكن في يمكن لاعب في المنتخبات الوطنية خدموا يمكن أكثر مننا وضحوا بأمور كثيرة بأمان، يعني في لاعب ضحوا بأمور كثيرة، ضحوا بكل شيء وأنا أعرف حقيقة، ضحوا بترقيات وضحوا بوظائف ضحوا بأشياء كثيرة حقيقة. أنا كنت لاعب أساسي مع المنتخبات الوطنية من بداية لين ما خرجت، كنا نتمنى إن كان مرة كرمني سمان وسعوبالي مباراة اعتزال تقريبا، وقلنا يمكن هذه بارد خير طبعا بتعم على اللاعبين كلهم حقيقة، بس للأسف شديد يعني ما صارت، لأن احنا كنا دائما نقول حتى لما في التواصل الاجتماعي دائما نقول إنه اللاعب العماني تقريبا مفروض إنه يكرم حقيقة حال حي لاعب، لأن احنا نعرف لاعبين على مستوى الخليج وعلى مستوى وطبعا نتراسل ونتزاور وكذا، يختلف عن اللاعب العماني أصلا، يختلف كثير كثير أصلا، يختلف كثير أصلا. ومشكلتنا احنا هنا لما نجي نكرم لاعبين القدماء نكرم لاعب لعب في 90 ولاعب لعب في الثمانينات او لاعب لعب في 2000 ولاعب لعب فرق اصلا، انا لازم اجيب من الاخر. طبعا الجماهير اللي انا اعرف الجماهير العمانيه الان، انت تشوف الجماهير العمانيه في الملاعب الان ممكن تحصلي مباريات مثلا الانديه اللي عندها جماهير حاليه مثل السويق وفنجا العروبه في النصر، لكن للاسف شيء تحصلي في أندية أخرى كثيرة، لكن تحصل مثلا الجماهير 10 بالكثير 10 و15، لكن تعال شوفي لما يخسر المنتخب ولا يخسر النادي تحصل آلاف من الجماهير تطالب رئيس النادي وتطالب كذا، يا أخي أنت أول شيء احضر طبعا وشوف ظروف اللاعب هيش، ظروف الأندية هيش، بعدين نحكم. الآن يمكن في جماهير بدأت ترجع، ممكن جماهيرنا أندية العروبة، أندية صور طبعا، أندية صور جماهير أندية النصر ظفار، أتمنى حقيقة أن ترجع جماهيرنا.